السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم على قناة اماماني. ان شاء الله هتكون في تمام الصحة والعافية. اليوم باذن الله راح نبدا في سلسلة الاطباق الرمضانية. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم راح نحضر مع بعض طاجين المرقاز. هذا الطبق سبق وان اطرحته في المنتديات ولاقى اعجاب الكثيرين. اليوم ان شاء الله راح نحضر مع بعض بكل الخطوات طبق رائع شكلا ومذاقا. ان شاء الله تنال وصفة اليوم اعجابكم. نبدا على بركة الله بالمقادير. اولا راح نبدا بتحضير المرق الابيض. هنا في طنجرة وضعت ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة كبيرة من المارغرين اللي ممكن أني نستبدلها بالسمن. نحطها فوق النار. إذا بعد ما تذوب الزبدة ويسخن الزيت راح نضيف قطعة من الدجاج. بما أنه هذا الطبق فيه كمية من صدر الدجاج ممكن أننا نكتفي بالعظم الموجود في صدر الدجاج فقط. نقلي الدجاج. نضيف الآن حبة متوسطة من البصل مفروم. بالنسبة للتوابل راح نضيف كمية من الفلفل الأسود، كمية قليلة من الكركم، وكمية قليلة من الملح. كما نعلم أنه المرق الأبيض يحتاج كمية كبيرة من الملح. نخلط كل المكونات. نخليها تتقلى جيدا. إذا هنا بعد ما تقلى الدجاج مع البصل راح نضيف كمية من الماء الساخن. نقص من غطي الدجاج فقط. هنا عندي كمية من صدر الدجاج. بالنسبة لكمية صدر الدجاج على حسب أفراد العائلة. أنا عندي هنا نصف صدر من الدجاج بحجم كبير. راح نضيف له ملعقة كبيرة ونصف من المعدنوس أو البقدونس. كمية من الثوم عندي حوالي من حبات. 2 ملاعق كبيرة من الخبز اليابس أو لاشابليوغ. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. بالنسبة للتوابل عندي كمية من الفلفل الأسود. كمية من الزنجبيل. ملعقة صغيرة من الخردل أو المطارد. راح نطحن كل هذه المكونات مع بعض. هنا هذا هو صدر الدجاج اللي كنت رحيته مع التوابل. وهنا عندي كمية من المرقاز. عندي حوالي 300 غرام. كنت وضعتها في المقلاة. ثقبتها فقط بوسط عود خشبي من دون إضافات حتى تخرج كل الدهون الموجودة فيه وتحمر بهذا الشكل. الآن راح نبدأ بتشكيل صبيعات المرقاز. فوق كيس بلاستيكي راح نحط كمية الدجاج. نحط فوقه كيس آخر وراح نفتحه بوسط الحلال. هنا بسمك متوسط. ننزل الآن في الكيس البلاستيكي ونحط حبات المرقاز. إذا نقطع الدجاج بحجم حبات المرقاز ونلف الدجاج حول حبة المرقاز. هنا إذا عندي كمية الدجاج كبيرة نقص. إذا بعد ما نلف الدجاج على المرقاز نبل ندي بقليل من الماء ونعدلهم. عملت هنا ملعقة كبيرة من الزيت مع نصف ملعقة من الزبدة وراح نحمر أصابع المرقاز. هنا كنت ربطهم في كمية قليلة فقط من الفرينة وراح نحمرهم من الجهتين. إذن بعد ما أحمر الدجاج هنا جيدا راح نضيفه بالمرق وراح ننزع قطعة الدجاج بعد ما طاب. نحط أصابع المرقاز نخليها تطيب ويعقد المرق ويصبح الطبق جاهز. هنا بعد ما عقد المرق أصبح الطبق جاهز. راح ننزع الدجاج نحمره في كمية من الزبدة وننزع
أصابع المركز، تخليها تبرد قليل ثم تقطعها. هذا هو طبق اليوم أخواتي، اللي كان طاجين مرقاز، طبق رائع شكلا وذوقا. بعد ما قطعت أصابع المرقاز وضعتهم في الصحن وسقيتهم بالمرق الأبيض وزينتهم بكمية من المعدنوس والليمون. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم وتجربوها أخواتي، وأكيد راح تعجبكم. وإلى الملتقى في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.